استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء في مكتبه بقصر قضيبية سعادة السيد ميروسلاف ليتشاك رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور سمو الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة مستشار سمو رئيس الوزراء مجلس الوزراء ومعالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الخارجية، وذلك بمناسبة مشاركته في المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار والمقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء المقر للمرة الثانية في مملكة البحرين. خلال اللقاء تم استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وأكد سمو على دور الجمعية العامة في دعم العمل الجماعي الدولي في كافة المجالات، كما أشاد سموه بالتعاون القائم بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومملكة البحرين في تعزيز دور ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة. من جانبه شكر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة سمو نائب رئيس مجلس الوزراء على استقباله وترحيبه، معبرا عن سعادته بمشاركته في أعمال المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار وبمستوى التعاون القائم بين مملكة البحرين والأمم المتحدة.